مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها لتسليط الضوء على اخر مستجدات المشهد الكروي واللي ابرزها مباراه نهضه بركان والزمالك البصري. ولهذا الغرض يحضر معنا بالاستوديو رشيد مكاوي، مدرب سابق في الاتحاد الاسكندري ومدرب حراس فريق اولمبيك اسفي حاليا. سي رشيد، مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا اخت نهاد، اهلا وسهلا بجميع المتتبعين منبركم انفاس بريس. مرحبا بك معنا سي رشيد، وشكرا على قبول الدعوه. من لي الشرف. كيف شفتي اليوم غادي نتكلموا على المباراه ديال نهضه بركان والزمالك المصري، وبحكم انك دربتي في الدوري المصري، باش نقدروا نقولوا ان هذاك الفوز ديال نهضه بركان امام الزمالك المصري هو فوز غير مطمئن، بحكم ان الزمالك المصري واحد الفريق اللي يقدر يرجع بسرعه في النتيجه. وفي الحقيقه يعني مباراه، يعني كانت مباراه شيقه بالامس، النتيجه 2-1 يعني فهي نتيجه جيده، لان النهائيات ما يمكنش تفوز بالثلاثيات والرباعيات، لان اللي كيوصل النهائي ولا فرق كبيره يعني على مر التاريخ يعني نادره ما كتلقى حصص عريضه. الشوط الاول انتهى امس، والشوط الثاني يعني بعد اسبوع. كنظن ان نتيجه في المستوى، الاهم شيء هو ان فريق نهضه بركان يعني حافظ على النسق تاع الفوز تاعو في المباريات، يعني الاحصائيات اللي كاينه، وان جميع المباريات ديالو اللي لعب في الكونفدراليه كلها فاز داخل الميدان، دونك بقى على نفس المنوال. كنظن ان الفوز 2-1 نتيجه مطمئنه، ويعني الضغط غيكون على الفريق الاثنين، يعني كما قلنا باقي الشوط الثاني، والفريق اللي غادي يكون يعني مهيئ نفسيا على العامل النفسي هو اللي غادي يفوز بالشوط الثاني وياخذ كاس الكونفدراليه. اخيرا واحد دردشه قصيره معك رشيد، قلتي لي بان نهضه بركان بحال اللي مازال عندهم تاثير ديال الاحداث اللي عاشوها من قبل. كنظن يعني ماشي بالسهل، يعني حتى يعني البرمجه ما ساعدتش، يعني البطوله الوطنيه يعني حاليا تقريبا شهر ويوم متوقفه، فنسق المباريات ما كاينش كثير. نهضة بركان يعني كان الاجواء المحيطه بالمباراه تاع النصف النهائي مع الفريق المعلوم، يعني كنظن ان تهرس لك الايقاع وتكسر الايقاع تاع المباريات، لان فريق النهضه البركانيه يعني اخر مباراه كيلعب ضد نهضه اولمبيك اسفي كان كيستعد المباراه الذهاب عند الجيران، ولكن ما لعبش ديك المباراه محيط اللاعبين داكشي اللي وقع عليهم. كنظن انه ماشي بالسهول انهم غادي يخرجوا من داك المشاكل. فكنظن ان جاو لعبوا مباراه واحده تاع الفريق مع فريق الجيش الملكي في الكاس خسروها، رجعوا لعبوا مباراه ثانيه مع المغرب التطواني اعتقد فازوا. فكنظن دائما كيبقى هذاك العامل النفسي اللي محيط والضغوطات، يعني كتلعب الفينال والضغوطات اللي كاينه عليك والجماهير والمغرب كله كيتسناك. فكنظن ان العامل النفسي لعب الدور ديالو، خصوصا ان شفنا امس الشوط الثاني يعني الفريق النهضه البركانيه كان شويه شارد، يعني ماشي بنفس النسق اللي لعب به الشوط الاول. ولكن كنظن ان الفريق النهضه البركانيه عنده يعني من المقومات انه في الشوط الثاني وفي المباراه المقبله في الاياب انه يحقق نتيجه ايجابيه، وخصوصا بعد رجوع بعض اللاعبين اللي غابوا على المباراه الاولى، يعني خمسه العناصر ماشي بالسهل انك تعوضهم. وحتى المدرب معين الشعباني فعنده التجربه الافريقيه انه ما يشفع له، انه خصوصا انه درب قبل الموسم اللي فات كان كيدرب في الدوري المصري، درب قبل موسم من البورسعيد وسيراميكا، يعني احنا واجهنا المكنه تاع السكندري واجهنا، فمولين بالكره المصريه حتى هو. رشيد، بغيت نسولك، مباريات في الملاعب المصريه كيكون فيها واحد الضغط جماهيري كبير، كيفاش كتشوف هذا المعطى مع نهضه بركان؟ وحتى الاعلام المصري كيقول لك زعما ملي غادي يجيو عندنا الشوط الثاني في ضغط الجماهير، حنا في ملعبنا، حنا في هذا. وكنظن شوف الكره الحاليه، الكره يعني حاليا ما بقاش ذاك الملعب انه كيعطيك واحد الاضافه او ايجابي بالنسبه لك، هنا كيستيون ديال كيفاش تدبر الامور ديالك، الامور النفسيه والامور البدنيه واللوجستيكيه والكواليس، يعني حتى الكواليس راه شيء مهم. كنظن ان فريق النهضه البركان يعني اخر خمس سنوات ست سنوات الاخيره صحبه فريق الوداد، يعني جاره في افريقيا، عرفوا افريقيا، عرفوا الكواليس. كنظن ان يعدوا العده بما فيه الكفايه، انهم لان الكره القدم يعني بين قوسين حتى راه واحد من الكباتن ديال فريق الزمالك اللي هو فاروق جعفر، راه كان ادلى قبل سنتين وكان دارت يعني ضجه في مصر انه كيفاش كيخدموا المباريات في الكواليس، وانه كانوا كيجلسوا مع الحكام وكيقول لهم مش باغيين ضربه جزاء ولا طرد الخصم. اذا فكره القدم فيها بعض الكواليس، كنظن ان هادشي ما اثرش، ولكن خص فريق نهضه بركان والقائمين على الفريق
يعني عرفوا ان المباراه راه غتلعب في 90 دقيقه ويمكن تمشي حتى الاصوات الاضافيه او ضربه الجزاء، ولكن في اشياء ثانيه خصهم يكونوا يعني خايدين الحذر منها. هذيك الكوارث هذه تكلمتي عليها سي رشيد، كاينه كوارث كثيره يعني حتى الاعلام كي يقوم بالدور ديالو، خصوصا ان كنعرفوا في مصر كاين الاعلام المنتمي، يعني اللي منتمي لذاك الفريق، يعني كيدير الاشياء المباحه وغير المباحه باش يدفع بالفريق ديالو. يعني كنظن ان هاد المسائل راه عارفينها هما، ولعبوا في مصر ولعبوا مع الزمالك 2019 دونك، فهي مباراه يعني ما نقولوش ردين، ولكن مباراه يعني بين فريقين اللي كيعرفوا بعضهم البعض. نتمنوا يكون حد موفق لنهضه البركانيه طبعا، هذا اللي كنا كمغاربه كنتمنوا ان فرق النهضه البركانيه. سي رشيد، تابعتي هذاك الاعتراض اللي كانوا داروا قبل على التحكيم؟ فكاين في تقنيه الفيديو حكم عنده جنسيه تونسيه، ونفس الشيء دابا عاوتاني راه الطاقم ديال المباراه اللي جايه راه كاين فيها حكم اللي عنده جنسيه تونسيه، وهو غير في اخر التقريرات اللي كانت اليوم الصباح عاوتاني اعتزمون تقديم اعتراض لدى الاتحاد الافريقي. كيفاش كتشوف هذه المساله؟ وحتى الفريق المصري عنده لاعبين تونسيين، ولاعب تونسي امس هو اللي سجل، على سجل على ولد بلاده المدرب ديالو. اذا فهذه مسائل دائما كما قلنا المسائل اللي كيحاولوا يضغطوا بها، كيحاولوا يعني يلفتوا النظر، وحتى يعني كيهيئوا الراي العام الا كان شي فشل، لاننا راه كاينه واحد الحاجه دائما يعني تقريبا كيهيئوا الراي حتى الجيران تاعهم راه نفس مشاو على نفس المنوال، دائما كيحاولوا الكولسه، كيحاولوا انهم يضغطوا عليك، وهذه مسائل اللي كنظن ان حنا في غنى عنها، والمغاربه يعني على طول ولاو عارفين هذه المسائل، ما غاديش تاثر. راه كما شفنا النادي الوداد ملي كان كيلعب مع الاهلي البلاغات يعني على مدار 24 ساعه 7 على 7، حتى هما يعني نادي الزمالك غادي يعمل هذه المسائل، ولكن كنظن ان اللاعبين خصهم من اليوم يعني انتهت المباراه امس من اليوم يبداو يفكروا. سي معين الشعباني والطاقم المرافق ديالو سي عزيز وعبد الصمد رفيق والمهيئ البدني ومدرب الحراس والعلم كل المتداخلين يهيئوا اللاعبين نفسيا، على ان دابا ينساو المباراه تاع امس، يبداو مباراه بحال اللي لعب مباراه فارقه مباراه فاينل، وكنظن انهم عندهم المؤهلات بان الفريق النهضه البركانيه انه يجيب الكاس من مصر ان شاء الله. رشيد، بغيت نسولك على واحد المعلومه، بحكم انك دربتي في الدوري المصري، كيقولوا على الزمالك المصري والمدرب ديالو ان من مباراه لمباراه ما كيبقاش كيلعب بنفس التقنيه، كتقدر تشوف هذا الفريق بهذا الوجه والمباراه الاخرى بوجه اخر، الشيء اللي كيجعل الخصم صعيب يتنبا لو ستيل جو اللي غادي يدير قدامه، واش هذه المعلومه صحيحه؟ هو بالنسبه لهذا المدرب البرتغالي اللي جاي يعني في مستويات يعني متباينه فريق الزمالك يعني لا في الدوري المصري ولا في الدوري الافريقي، ما حافظش على نفس الايقاع ونفس النسق، يعني مباراه كيعطيك الطوب ومباراه اللي كتجي من بعدها يعني كيبان فريق الزمالك انه يعني متفكك الخطوط، يعني وحتى يعني المباراه الاخيره اللي تاع دريمز يعني تعادل بصفر لميتليه في القاهره، ومشاو فاز بثلاثيه هناك في غانا، دونك فما كاينش واحد ثبات المستوى. والحاجه الوحيده اللي كاين انه يعني عندي بعض الاصدقاء لاعبين وكيلعبوا في الزمالك وعندي معهم تواصل، يعني غرفه الملابس عندهم شويه فيها بعض الاشياء، في لاعبين اللي باغيين يلعبوا، لاعبين اللي خرجوا من 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 من, من الفكر تاع المدرب، فغرفه الملابس عندهم شويه ماشي ماشي غير مستقره. كنظن ان فريق النهضه البركانيه الى حاول انه يمشي تما ويلعب يعني بداك البروفايل ديال الفريق النهضه البركانيه ويحاول يباغتهم ويمشي شركه للدفاع وسميتو، فكنظن ان والضغط الجماهيري يعني غادي يكون واحد الضغط جماهيري كبير وكبير جدا من الصحافه من، فكنظن ان الفريق النهضه البركانيه الى لعب على العامل النفسي فالكاس غتكون حليف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. سي رشيد، نتكلموا شويه على البطوله ديالنا. مرحبا. كيفاش شفتي مستوى البطوله هذا الموسم في ظل ما اجتوا اضرابات برمجات مباريات متتاليه، كيفاش شفتي الامر؟ وفي حقيقه الدوري المغربي هذه السنه يعني عانى الامرين، غياب الملاعب هي الاولى، يعني مجموعه الاهلي اللي كانت مرحله قصرا يعني على الميادين ديالها، يعني حتى اللاعبين ما بقاوش عارفين فين كيلعبوا، لي روبير ديال سميتو غير مثلا خيل دارين ان الوداد والراجا يعني حتى يعني دوك لي روبير اللي كانوا معروفين بين الوداد والراجا الجماهير ديالهم ومركب محمد الخامس اللي دائما كيعطيهم، كنظن ان الوداد مثلا لو كانت يعني كتلعب مركب الحماس محمد الخامس غير ان تلعب في ملعب البشير، والراجا حتى هي غير على كتلعب في برشيد، فكنظن انه طنجه حتى هي يعني لو كانت بداك الجماهير ديالها وكانوا لي ويكلو بزاف، كانت يعني كانت اكراهات كثيره البرمجه
فكنظن ان البطوله يعني كانت ما عرفتش لو تيرم غادي نقولوا، ولكن ما كانش ديك البطوله اللي كنا كنتظروا منها انها تكون يعني قويه، خصوصا الدوري المغربي دابا عليه الاعيون، عليه الناس يعني، خصوصا بعد الانجازات اللي عملت الكره المغربيه سواء المنتخب الوطني او الانديه المغربيه. فكنظن ان لازم يعني المسؤولين يرفعوا من المنتوج الوطني، يعني المنتوج الوطني الكروي راه هو اللي بلاطو اللي في كل اسبوع. فكنظن ان خص البطوله الوطنيه شويه نرفعوا من المستوى ديالها والمستوى المادي. فمشكل يعني كتشوف فرق كتمشي حتى النهار بنهارها، فرق تهدد بالاضرابات، المسائل الماديه. فكنظن حتى هذا ما كيطورش المستوى ديال اللاعب المغربي، وكتضل دائما يعني الا شفنا البلاطويات يعني في الصحافه المغربيه كل اسبوع كتكلم على المشاكل اكثر ما كتكلم على التقنيات او الفنيات. تماما، هادشي اللي كيكون فعلا. الصراع على اللقب شنو اللي غادي دابا في المنعرج الاخير، يعني الصراع على اللقب يعني بقى بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. كنظن انه الفريق اللي هو كما غادي يمشي الامطار الاخيره واللي غادي يحاول انه ذاك المنعرج يعني بدون يعني بدون خطا هو اللي غادي يفوز. كنظن ان بقات بين 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 الجيش الملكي والرجاء على غير العاده. كانت الوداد دائما كتكون يعني مع الثلاثي، وكانت السنه بين الوداد بين الرجاء والجيش الملكي. فكنظن ان الفريق اللي غادي يكون مهيئ خصوصا مهيئ نفسانيا راه هو اللي غادي، لان العامل النفسي في هذه المسائل هو اللي كيكون هو الفيصل. اذا ما بقاش دابا هامش ديال الخطا مقبول من اي فريق. طبعا يعني الهامش خطرة انت وصلتي للامطار الاخيره، بحال الا عندك ديك يعني الالعاب القوى كتوصل زعما ديك لالين المستويه، خصك دير السرعه النهائيه الفينيش. سي رشيد شكرا لك، شكرا على الحضور ديالك معنا. تحياتي. قدمتي معلومات غنيه، شكرا لك غنيتي النقاش. بارك الله فيك. شكرا. بالعكس الله يخليك، لي الشرف. بارك الله فيك، وحنا لينا الشرف اكثر سي رشيد. الله يخليك استاذة. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه هذه، تحياتي وتحيه الطاقم التقني المرافق، الى اللقاء في حلقه جديده.